إذا مشاهدي شفت في تحية طيبة جميع المتتبعين والمتتبعات، كنحييكم مدينة وجدة، برنامجكم الليلي مع الرعد اللي دائما نذكركم بأنه كنشوفوا مواضيع مجتمعية قحة اللي كنحاولوا نهضروا عليها ونحاولوا نعالجوها. إذا للأسف موضوعنا لهذ الليلة، برنامجكم الليلي مع الرعد، واحد الموضوع اللي هز الرأي العام الوجدي وحتى المغربي، لأن هاد الشيء هذا اللي شتو أنا اليوم واللي سمعتو صراحة ضرني في خاطري بزاف، وتا واحد ما غادي يبغيه، لأنه أي واحد فينا غادي تكون عنده واحد فلذات الكبد ديالو ما غاديش يبغيها تنضر، ما غاديش يبغيها تنقص بهذا المعنى هذا. إذا خوتي خواتي، أول حاجة نطلب منكم تبارطاجيو مباشر، ويمكن من العنوان راكم فهمتوا الموضوع كيفاش وعلاش. انا غادي نحاول نهضروا على هذا الموضوع هذا ونحاولوا نعالجوه طبيعه الحال. خويا عثمان تحياتي لك، خاصهم الحبس. اذا اليوم باش نعاود لكم القصه كامله كيفاش وقعت. اليوم البارحه ربي وصل بيا واحد الصديق اللي هو رئيس الجمعيه، نائب رئيس الجمعيه نتاع نوادي المقاهي هنا في مدينه وجدة. اتصل بيا قال لي ودي سي طارق، راه كاين واحد الصديق ديالنا عنده واحد المشكل مع الزوجه ديالو، هادي عام ولا خدات له الولد ديالو ما كتخليه لا يشوفه لا حتى شي حاجه. اذا انا بالنسبه ليا في اول وهله موضوع عادي بين زوج وزوجه خاصين بعضياتهم، ما كتعرفوا المشاكل الزوجيه كيحرضوها العائله ما تخليهش يشوفه، غادي يكون داك الشيء على ايدي القضاء، غادي يطلقوا، غادي المحكمه تحكم بليصانه، تحكم له فوقاش يشوفوا، امر عادي. قلت انا الزوج بغى يخرج يدير النداء للزوجه ديالو، ولعل وعسى يمكن كاع باغي يرجعها، يعني ندخلوا حتى حنايا في هذه القضيه هذه ونديروا خير ونديروا اجر يعني بطبيعه الحال. اذا نتمنى انه تبارطاجيو معنا مباشر، الله يجزيكم بخير بكثافه، لانه موضوع مهم جدا وغادي يصدمكم وراه صدم بزاف تاع الناس. ماشي مشكل، اليوم اتصل بيا العشيه مشينا تلاقيت مع السيد، الصدمه كانت قويه صراحه. الموضوع صدق ماشي المشكل اللي قال لي عليه السيد في التليفون، الموضوع اكبر من ذلك. الموضوع ديال واحد الرضيع الابن ديال هذا السيد اللي نادل في احد المقاهي بمدينه وجده اللي عنده 11 شهر. قال لي خويا غادي نوريك واحد الفيديو، قلت له مرحبا وريني نشوف، قبل ما يحكي لي الموضوع. إذا شفت الفيديو تصدمت وجاني لو شوك ودرجة أنني بغيت نبكي كاع. كنشوف واحد لا فيديو مصور بالتليفون من واحد الحساب في الانستغرام ديال واحد جوج ديال الأشخاص كيحاولوا يعطيوا لواحد الرضيع اللي عنده 11 شهر يكمي الحشيش، وهذاك الرضيع يعني مسكين كيطرب، وهذيك الريحة خانزة تاع الحشيش، يعني الطفل يعني كنشوف فيها انا هكا باغي يهضر، يعني هذيك البراءه يعني معدين عليه. كي قلت له شكون هاد الناس، شكون هاد الوليد، قال لي هذا ولدي. قلت له شكون هادو، للاسف تخيلوا شكون، الجد والابن ديالو، يعني الخال والجد كيتعداو على الحفيد ديالهم وكيعطيو له المخدرات، يعني مخدر الشيره جوان شاعل وكيعطيو له يديروه له في الفم ديالو. والصعيب في هذا الشيء هذا اخوتي اخواتاتي هو انه صوروه ولعوه في الانستغرام. السيد مفقوس كيبكي، قال كان علاش يديروا لي ولدي هكا، ولدي دائما امك واحد صاحبتها كطيط لي كتقول لي ولدك راه مريض، رحنا دينا للسبيطار رحنا هذه. قال لك اليوم عاد عرفت انا علاش ولدي راه مريض، قال لك الله يعلم شنو كاع راهم كيديروا له. يعني السيد كيطلب من السلطات الامنيه انها تدخل في اقرب وقت، نتمنوا انه يدخلوا في اقرب وقت. خدينا الاراء نتاع الناس، لانه للاسف الفيديو انتشر في الواتساب وانتشر في الصفحات وانتشر في الفيسبوك، الناس كتستنكر هذا الفعل الشنيع. اذا حتى كي قلت له انا والام شنو كان الفعل ديال الزوجه ديالك، قالت لي ماشي شغلك حتى هذاك راه بحال با، عيط له وهوت عليه، يعني بكل بروده. واش هذه هي الام اللي غادي تربي واحد الجيل اللي صاعد كما كنقولوا حنايا؟ وللاسف انه على ما كيعاود انه ضجه هذه الام فاسده.
من المعنى تاع انه مزوج معها وكانت كتخونه وشد عليها تصاور شد على دي زيبروف وكان شاكي بها وهما جاو حزروه وهضروا معاه وقالوا له ودي الله يخليك الله يجازيك بخير بلا شوهه بلا عادي دار لها تنازل وقالوا له موعدك تبقى تشوف ولدك ومجموعه تاع الامور واحد شهر ولا شهرين قال اول مره تخيلوا شوف ولدهم اللي تزاد لانه نهار تفارقوا كانت حامله هكا يشوف ولدو من بعد عاوتاني قلبوا عليه لانه صافي الدعوه تحفظات سقطات دار لهم تنازل صافي ما عندهم يدي حتى شي حاجه. اذا السيد مصدوم. اذا تخيلوا هاد الجد وهاد الخال هذا اللي هما منحرفين وعلى ما سولته قال لي ديجا يشربوا حتى الشراب يعني على ما اظن انه ابار الحشيش يعني حتى كيكونوا جالسين في شي جلسه خمريه وصون بورسو كيشربوا حتى في الدار يقدروا هذاك الوليد يشربوا حتى الشراب يقدروا ياكلوه القرقوبي يقدروا يعطوه النفحه يقدروا يديروا له يعني اي حاجه يقدروا يديروا ملي انهم عطاهم الضمير ديالهم والقلب ديالهم انهم يعطوا البيبي عنده 11 شهر يديروا له الحشيش في فمه يعني هادو يقدروا يديروا اي حاجه الله يستر يقدروا هذا يغتصبوا هذا الطفل هذا لان هادو ماشي ما ماشي 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 ناس شنو جايين من الفضاء مع اخدي نقول لكم شيطان في صفه انسان شيطان يمكن ما يقدرش يدير يحرضك باش دير بعض الاشياء هو ما يديرش هاد الاشياء فهمت انا يا هاد الناس كي كدير تفكر ما فهمتش انا هاد الام هادي اللي عارفه ويمكن راه مجموعه تاع الممارسات كتندر حداها وعندها عادي كيجيهم بحال اللي كيضحكوا معاه. اذا خاص الجمعيات الحقوقيه ومجمعيات ما تقيسش ولدي خاصهم يدخلوا على الخط هاد الام وهاد العائله خاصهم كاملين يدخلوا للحبس خصوصا هادوك جوج تاع الاشخاص اللي باينين في الفيديو. والغريب في الامر انه اللي كان يصور قال لك طفله صغيره هي اللي كانت كتصور الفيديو اللي اثار استغرابي قال لك واحد النهار شتا كتعطيه الحليب ديال الجبال بارد يعني هاد الولد هذا شنو كبر في واحد الوسط اللي مسكين من الاول كيعطيو الحشيش يعطيو الشراب هذا كي غادي يدير 12 عام ولا 13 عام كي غادي يولي داير مشروع ديال مدمن مشروع ديال حشايشين مشروع ديال مجرم. الام فاسده الجد ما عندوش ضمير الخال ما عندوش عقل شنو هاد الشيء اخوتي اللي رجعنا نشوفه. مؤخرا في مدينه توريد السيده اغتصبها العم ديالها وخرج وتسرب واحد الفيديو حتى انتحرت حتى تراسها حتى السكه ديال التران. اللي رجعنا نشوفوا الاغتصاب ورجعنا نشوفوا التعدي على الاطفال ما فهمتش انا هاد الناس واش بيدوفيل واش مرض واش يعني كان قلبوا امور هاد الناس غادي نلقاهم دايرين شلا فضايح. يعني هذا الى عنده الاحفاد ديالو يعني راه كيقدر يدير اي حاجه مع الاحفاد ديالو ماشي غير هاد الحفيد هذا. اذا نحن كنتمنوا انه ان شاء الله السلطات الامنيه تدخل في اقرب وقت لان صراحه كي نشوف انا الجد كيدير الحفيد ديالو هكا غادي يولي كيدخلني وسواس انا انت وانت وكاع اللي عندكم الابناء تقدر تشوف لا شي واحد شاف ولدك ولا هزو بغى يكون جدو ولا عمو ولا هادي غادي يتنوى فيه. هاد الناس بغاو يمرضونا نفسيا صراحة هما مرض نفسيا بغاو يمرضونا نفسيا اننا ما بقاو نديرو الثقة حتى في شي واحد. فين هذاك التلحم في هذاك الحب في فين هذاك الايمان في هذاك الاسلام في هذاك التقوى في هذاك الثقة في مجموعة تاع الام بهاد الممارسات اللا اخلاقية وهاد الممارسات تاع مرضى نفسانيين غادي يدمروا المجتمع المغربي ويدمروا هاد المجتمع الاسلامي. ما عرفناش هاد الناس واش مرض نفسانيان واش كانوا شاربين شي حاجة واش مخطرين. وللاسف انه الجد عيط للزوج تاع الابنه ديالو اللي هو باين هذا الرضيع هذا وكيبرر وعادي وراه بحال ولدي وكان تهلا فيه ورسل له واحد الفيديو وراه ليا هو واقف كيصلي هو كيصلي حداه يعني وسير الا بغيت تشكي ديك انا نوصلك للكوميساريه مجموعة ديال الأمور يعني بكل برودة. وراك شوهتنا وحشومة عليك وحرام عليك وانت ماشي حرام عليك كي كنت البيبي كتعطي لك من حشيش مصوره ورميه في الانستغرام
تشوف ربك يبغي يفضح. جاتهم عادية، هما عادية جدا، نساء كيتعدى على أطفال ولا دي بيبي صغار وكيصورهم وكيلحهم، كتجي عادية كيلعبو صافي غادي يضحكو. إذا هادو أنا في نظري زعما خاصهم أقصى العقوبة. أقصى العقوبة أنا كنطلب على هاد الناس بحال هكا اللي مرضى نفسانيين، خاصهم مش جاي يكونوا في المجتمع، خاصهم الإعدام والله العظيم. لأن هكاك غادي يبقاو نشوفو حتى المجتمع غادي يمرض نفسيا، التيخة ما غاديش تبقى. آخر ولدك غادي يجي تنوى فيه، خالت بنتك تنوى فيها، جدو ياك ما يديروا له كيما دار هذاك ياك ما، يعني امور صعيبه بزاف اخوتي اخواتات. نتمنى ان تبارطاجيو معنا هذا اللايف باش يوصل، توصل هذه الرساله هذه للمسؤولين بعدين توجدها باش يعتقلوا هاد الناس في اقرب وقت. والسيد راه غادي يدير شكايه للسيد وكيل الملك غدا ان شاء الله، وحنايا كقناه شوف تيفي قناه الشعب فجرنا هاد القنبله هادي، وغادي نبقاو متبعين الموضوع حتى يعتقلوا هاد الناس ويدوهم للحبس. لانه هذاك حاشا واش يكون جد، هذاك حاشا واش يكون خال، والام حاشا واش تكون ام. يعني الام هي الحنان، الام اللي تخاف على ولادها. حنا كنشوفو غير قطه في الزنقه ولا كلبه كي كدير على ولاد ديالها غير كتقرب لها، هادي كتسمح في وليداتها في ولدها ما مسوقهاش، عطيتها الدورات، عطيتها مجموعه تاع الامور اللي اكس الله يعلم شنو كدير كاع. للاسف المجتمع ديالنا نهار اخلاقيا، هذا راجع شنو غادي نقول لكم، ما عرفتش انايا بقات خانني التعبير بهذا المعنى. هذا عييت نحلل في هاد الناس، واش بنادم، واش جنون، واش جاي نمشي عالم اخر، واش بعقلهم، واش غريب الامر انه بعض الناس اللي بحال هكا كي كتهضر معاه كيبان لك بعقله، كيخرج هذاك الكوبس ديالو وهذاك البغض ديالو في اطفال. واش انتقام من الاب؟ واش يبلو راسو هذا غير كيلعب؟ وهاد الناس راهم اخا خطر على المجتمع اللي كيدير بحال هاد الممارسات. راه من بعد الا كان هذاك مرض نفسي راه كيتطور، يقدر يرجع اغتصاب الاطفال، الرضع والصغار ما يقدروش يهضروا مزيان، ولا تعداو مشاو تعداو على شي طفل اللي كيخرج يهضر ويعبر مشي يتشكل الاب ديالو الام ديالو، يقدر تقتل كما وقع للطفل عدنان ديال طنجة، لانه كان طفل يافع اغتصبو خاف الى يفضحو قتلو، ولكن ربي فتحو دغيا. وكاين بزاف اللي وقعوا بحال هكا، غادي تقولوا لي الفضائح ونشروا الفضائح للاسف هذا الشيء هذا ماشي فضائح، لانه كاين في المجتمع ديالنا منذ زمان. غير شنو هو اليوم هاد التكنولوجيا الحديثه، واتساب، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، خلات انه تفضح الواقع اللي كنا ما شايفينوش، الوقيته اللي كان غير التليفون العادي واللي ما كانش التليفون كاع. الوقيته كنا سمعوا واحد اغتصب وحده ولا كيمشيو يديروا شكايه ولا واحد شدوه كيغتصب شي واحد ولا، يعني دابا ولا التوثيق بالفيديو، توثيق مجموعه تاع الممارسات اللي رجعات كتفضح. وانا كنحيي هاد الناس اللي كيفضحوا كنشروا هاد المقاطع، واخا انا واحد الناحيه ضد، ولكن كي غادي نجيو نشوفوا نحكموا غادي نلقاو بلي عندهم بصح. هاد الناس خصهم يتفضحوا صراحه. اذا خوتي خواتاتي نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر وتحضروا وليداتكم، ونتمنوا انهم السلطات الامنيه في مدينه وجده دير اللازم ديالها، ان فيهم الثقه تبارك الله عمرهم ما خيبونا، وما كندخلوا شي افير ولا كنطرقوا شي افير كيدخلوا مباشره تبارك الله عليهم. ناس الامن في مدينه وجده في المغرب كامل خدامين الحمد لله، لا اجهزه تاع مخابرات ولا بوليس ولا بي جي ولا، تحيه لهم كبيره، وتسناو جديد في القضيه ان شاء الله. ونوعدكم ان شاء الله النهار يعتقلوا هاد الناس، الا جات الفرصه انني نصورهم لحظه الاعتقال ديالهم ان شاء الله غادي نصورهم لحظه الاعتقال ديالهم باش يكونوا عبره لمن يعتبر بهذا المعنى هذا. لانه غادي نلقاو بزاف نتاع الاطفال اللي كيتعرضوا لهاد القضيه. ف
قباه ولا جدو ولا خلو يشربوا الشراب ولا يكملوها ولا مجموعه تاع الامور. شفنا مؤخرا واحد الفيديو ديال واحد الطفل صغير كيعتولوا كيتناوبوا على القروش في اوروبا ولا شي بلاصه. اذا خوتي خواتاتي تحيه طيبه لكم، ولا نعود ان شاء الله غدا في بث مباشر اخر وفي مواضيع اخرى.